السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف موقع بيساعدك ان انت تعمل ريديزاين للغرفة بتاعتك. كل عليك ان انت ترفع الصورة، يعني ممكن تصور بالموبايل وتدي له الصورة وهو يبدأ ان هو يعمل لها اعادة تصميم بذكاء صناعي بسهولة يعني. طيب خلينا نخش كده داونلود. وهختار الصورة واقول له اوبن. وبعد كده بختار بقى الروم تايب اللي انا عايزه. عايز مثلا اخلي الصوره دي تبقى اوفيس مثلا. طيب وخلي بقى الزيمس اللي انت عايزه، مثلا حاجه بروفيشنال، حاجه بالشكل دوت. وبعد كده هتقول له ريندر للديزاين، وده التصميم اللي هو عمله لي. هو عمل لي اعاده تصميم بالشكل دوت، حول لي المكان ده المكتب وحط لي غرفه الترابيزات وكراسي وكل حاجه.